النهاردة كانت في ختام فعاليات زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون للقاهرة، وأعتقد أنها كانت زيارة مثمرة جدا وإيجابية جدا. امبارح التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقلنا لحضراتكم أهم التصريحات التي خرجت من المؤتمر الصحفي اللي عقده الرئيسان السيسي وعون بعد اللقاء. وأنا كلمتكم امبارح عن أهمية لبنان لمصر وأهمية مصر للبنان، وأن الاثنين مصر ولبنان بيشكلان نموذج رائع للتعايش السلمي والقدرة على الاختلاف السياسي، وبتهيأ لي إن هم بس اللي عندهم هذا النموذج الناجح من التعايش السلمي الاجتماعي والتعايش وفقا للاختلاف السياسي وحل المشاكل بناء على الحوار. مصر ولبنان بيعطوه أيقونة، ستيريوتايب موديل للحكاية دي الحقيقة. والنهاردة كان ميشيل عون في جامعة الدول العربية، واستقبله السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وألقى كلمة كمان مهمة جدا عن دعم الجامعة العربية للبنان، رغم أن أنا بقول لكم أن ده كلام إنشائي، لأن الجامعة العربية مش عارفة تدعم نفسها، فهتدعم لبنان إزاي؟ مش مهم، نتكلم في الموضوع ده بعدين. تقرير عن ختام زيارة ميشيل عون للقاهرة ومغادرته البلاد عائدا إلى العاصمة اللبنانية بيروت. في إطار جولته إلى مصر، التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون بأمين عام جامعة الدول العربية. رحب أبو الغيط بهذه الزيارة وهنأ الرئيس بإعادة انتخابه وتعزيز الديمقراطية في دولة لبنان. الحرب السورية والدور اللبناني للعمل على دعم وخلق المبادرة المصرية، فضلا عن دور الجامعة، كان على رأس أولويات اللقاء. أكد عون أهمية تجمع العرب وترسيخ آليات العمل المشترك في وقت اعتبره أشبه بزمن الحرب العالمية الثانية. نلتقي اليوم والعالم يعيش ظروفا مفصلية دقيقة تشبه بمخاطرها ومآسيها ونذير نتائجها الحرب العالمية الثانية وتداعياتها المدمرة التي لم يسلم منها شعب. أنذاك بادر المسؤولون العرب وتداعوا لإنشاء مؤسسة تجمعهم وتدافع عن قضاياهم، كان للبنان دور محوري في ذلك. العمل على مكافحة الإرهاب وتجنب ويلاته، فضلا عن ترتيب البيت العربي ومواجهة الدولة العبرية والصهيونية ضد تقسيم القدس ومحاولتها إزالة آثاره الدينية الإسلامية المسيحية الموجودة، والعمل على إنهاء الاحتلال، كانت كلها ربط بين موضوعات التقط خيطها الرئيس اللبناني. وانتهت الزيارة بجولة له في مقر الجامعة. محمد مبروك، الحياة اليوم.